يا مرحبا ويا اهلا وسهلا وحيا الله اللي يشوفونا على قناه روتانا خليجيه. حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، كل يوم في فرات شبابيه وبناتيه على حسب وين نبغى نروح وايش نبغى نتعلم، وعلى حسب كل مجال لابد ناخذ منه شويه ونوصل للي حولنا اللي تعلمناه في كل يوم، والفائده كذا تعم باذن الله. عاد الاخبار والسوالف ما احكي لكم، كل يوم شيء جديد ويعني اخبار بنقعد مترقبين لها. قبل هذا كله امسي عليكم بالخير واكيد على لمياء غالب. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه في بدايه حلقه جديده اكيد من برنامجكم اليومي برنامج ساعه شباب اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده، واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. وسامحوني على رداءة الصوت. لا شو انا اقول لك مشكوره انك جيتي اليوم والله لمياء، لانه تعبانه مسكينه و كيف ما حخليك تقدم لحالك. المشكلة أنا نخاف نهدي هنا في الاستوديو، لكن عموما إن شاء الله خير وألف سلام عليكي. الله يسلمك. ويعني خلينا نبدأ في موضوعنا وهو أهم النشاطات الموجودة في حياتنا، وحسألك برضو لمياء فيها، وهو موضوع القراءة. قد إيش القراءة مهمة؟ الناس طبعا تقول يا عمي إيش الموضوع هذا اللي حتكلموا فيه؟ إيش أنا أقول لكم إيش السالفة، لأنه حتى عندنا خبر من الأخبار ممكن يكون مربوط فيه بشكل ما، حنقول لكم يا اليوم في فقرة الأخبار بإذن الله. لكن القراءة بشكل عام خليني أقول لكم بداية هي من أهم النشاطات وما نقدر نختلف، تقوي بلاغتك، تقوي مصطلحاتك، طلاقتك في الكلام، وأيضا استرسالك في أوقات كثير، ويصير عندك نولج أكبر عن يعني كلمات سواء عربية أو إنجليزية حسب إيش ما كنت تقرأ، فهي تضيف للشخص. هذا شيء مفروغ منه اكيد طبعا. ترى لو تكلمنا عن فوائد القراءه فهي راح تكون جدا كبيره وعالم جدا كبير، ممكن اي شخص انه يبحر في هذا العالم. في ناس كثير تفضل الروايات تقرا انها روايات، وناس تتاثر فيها جداً. كثير في ناس كمان كثير تراد انا اسمع عنهم او لما نسالهم ايش الكتب اللي يفضلوها ويقروا فيها، في كتب كثير ممكن تطور من ذاتهم فيحبوا انه يقروا في الكتب اللي يتعلموا منها، كتب تطوير الذات، تطوير الشخصيه، انواع كتب جدا كثير، فكل واحد يتجه للمجال اللي هو حاب انه يقرا فيها عشان يتاثر فيها ممكن بشكل ايجابي ويستفيد منها في حياته. وسؤالنا كان على هاشتاج ساعه شباب في تويتر، ايش اخر كتاب قراته وهل غير فيك او اثر في حياتك؟ خلينا نروح نشوف الكتب اللي اثرت فيكم. يلا اول رد معانا عندنا سماهر تقول كتاب السر وكتاب كنت اظن انني وحدي في هذا، من اهم الكتب اللي غيرت حياتي وطريقه تفكيري بشكل جذري. انا لما شفت كنت اظن افتكرت الصوره اللي انتشرت الامس حكايه القمر. كنت اظن وخاب ظني. طيب نروح لاروى، ايش تقول؟ شفرد دافنشي، القراءه ثقفتني وصقلت مفرداتي اللغويه وطورت مهاراتي التفكيريه والكتابيه، فكتبت روايه وانا عمري 16، قارئ اليوم قائد الغد. حلو يا اروى. عندنا ايضا صوالح، ايش يقول؟ اخر كتاب قريته كان اسمه اخاف عليك، بس ما حسيته اثر فيني ولا على حياتي. فعلا في كتب نقراها لمجرد ضياع الوقت. ايوه بالضبط. عهد ايش تقول؟ انا الصراحه شفافيته على فكره ما اثر فيني ولا في حياتي. عادي، مو شرط، مو لازم، مو كل احد تاثر فيه. ممكن عهد تقول انا الصراحه من النوع اللي يقرا كثير، لكن اخر شيء قراته كان روايه ساق البامبو. احلى مساء عليكم. حلو ساق البامبو، بس حلو يكون فيلم مسلسل احلى احس. اي ما ادري انت ادرى. انا شفته في مسلسل. انت ادرى، انا ما شفته والله لانه ما شفت اي شيء عنه. لكن ننتقل لمستر فواز يقول اخر كتاب قريته العهد الاخير، اكيد للكاتب لؤي فلمبان. مره جميل في البدايه، غير تفكيري في عالم الجن، بعدين عرفت انه خيالي. فعلا كتاب جيد وانا قراته برضه مثل فواز، كان جيد. ما عن هذه الكتب يا جماعه. لا على فكره جيده الكتاب. طيب. انه جزء جديد حنتكلم عنه قريبا ان شاء الله. امل صبيت حزيران تقول عده كتب من الذي حرق قطعه الجبن الخاصه بي، طبعا جميل، وكمان انا واخواتها قانون الجذب، اقوى مقيله وملحمه اركاديا، كل كتاب قراته غرس بداخلي نبته معرفه وله امتنان عظيم، والله عليك يا أمل. شكرا لك يا أمل. مريم تقول أنا أحب أقرأ بس ما أحب أربط نفسي بكتاب، يعني أهم شيء أني أقرأ في اليوم لو معلومة في مقالة أو عن حياة أحد
أقرأ اقتباسات وأتأثر فيها، يعني مقتطفات حلو. من حياة الآخرين. يا مريم واضحة جدا تطلعاتك. حلو. حلو. الجوهرة تقول: كتاب وحين يجمعنا القدر للكاتب دكتور ماجد عبد الله، علمني الكثير فمواضيعه تلامس حياتنا العاطفية وتجدد التفاؤل وعدم اليأس. عاد الله، هذه الكتب اللي أنا من جد أحب أقراها، زي كتب أنتوني روبنز اللي تعطيك يعني زي الفلاشات سريعة، فين دكتيبات صغيرة فصغيرة والله، هذه اللي ممكن الواحد يستمر فيها. نور الزهران تقول: آخر ما قرأت كتاب الرحيق المختوم. يا سلام، حلو الكتاب. وبما أنه كله عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أن الرسول هو أفضل قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. ومساكم رائع بالياء، يعطيك العافية نورة. حقيقي الرحيق المختوم والله من الكتب الجميلة جدا، واللي فعلا تتعلموا منها أشياء ما قد شفتوها قبل كده. صحيح. نروح لفايزة تقول: بالنسبة لي كل كتاب قرأته له تأثير ولو بالشيء القليل، بس رواية حكاية مطر شغفها حبا قريته لمحمد السالم، تركت بداخلي أثر عميق جدا. الله عليك يا فايزة. يعني أنا صراحة لما أروح أشتري كتب تراد أكثر شيء يجذبني مو اسم الكاتب أبداً، يجذبني اسم الكتاب أو اسم الرواية اللي أبى أقراها. فأكثر الروايات اللي من جد لمستني وحسيت أنه أول ما شفت الاسم على طول أخذت شغفها حباً، جدا رواية جميلة وأنصح كثير أنهم يقروا. جميل. هو والله في كتب كثير بتمر علينا أوقات من اسم، على قولك الاسم يجذب، إذا ما كان يجذب المحتوى أوقات ينظلم. في ناس يعني ما قريت كتب كثير بسبب انه اسمه ما عجبه، الاسم اسم الكتاب عفوا ما عجبه. فاحنا لا نفكر بس بالاسم برضه، نفكر برضه بالمحتوى، في محتويات كثير جميله وكتاب يكون عندهم خبره طويله وعندهم مصطلحات مفردات تشاكيل من الجمل اللي حقيقي يعني ممكن تكون مو شرط الكتاب كله، ترى هي ممكن جمله واحده في الكتاب صحيح تغير تفكيرك في اشياء مره كثير، وهي تسلسل يعني كثره القراءه. زي كانه انا احس انك انت تقرا كتاب مو شرط انك تقتنعي على طول، لا هو توصل للمرحله تقري 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 مساله اقناع، كانه كتاب قاعد يقنعك بفكره معينه، لما توصل لمرحله من الاقتناع بفكره معينه وتبداي تستمر فيها في حياتك. تصدق اكثر شيء يجذبني اذا بديت اقرا كتاب وما امل منه ولازم اخلص الكتاب هذا، يعني اكون متحمسه كثير لما يكون كل شابتر ولا كل جزء في الكتاب يبدا بعباره جميله يحكي روايه هذه العباره الجميله اللي بتكون بين كل شابتر وشابتر، يخليني كذا اقرا العباره تتشوقين. وابدا ايوه اقرا بعدها تفاصيل هذه الروايه. فحقيقي يعني من اكثر الكتب اللي احبها الروايات، ما احب اقرا كثير في الاشياء المفيده او العلميه، احب اقرا الكتب اللي فيها قصه. شوفي انا والله كنت في زيك. قصه في النهايه تحكي قصه. انا كنت زيك مره بس الروايات، لكن في جانب معين هو علم النفس والاجتماع فتره قعدت حتى يعني اذاكر واختبر نفسي فيه من كثر ما انا كنت اعشق علم النفس والاجتماع. علم النفس والاجتماع نتعلمه من حياتنا يومية مع الناس، أتوقع خلاص صرنا كلنا خبرة في أي بس الناس. في قوانين معينة والله لو تمشي عليها. أنا زمان كنت أقول يا عم إيش هذا ماشي على حياتي، بس طلعت من جد يعني تفرق معك إذا استخدمت أسلوب أو آخر. أكيد طبعا. إيش رأيكم نكمل ردودكم معانا؟ نروح لمرام، إيش تقول؟ مواقف جميلة في حياة طالب خيب ظني، المحتوى ما كان بالمستوى المتوقع، حاليا أقرأ الذكاء الاجتماعي وكتب تطوير الذات والفن والأدب وتسمو بالنفس. حلو. طيب عندنا أيميدو، قرأت 3 روايات لكاتبة واحدة ما أثرت علي ولا على حياتي، بس دخل جو مع الروايات مو طبيعي ويسعد مساك. حلوة الصراحة يا أيميدو، حبيتها. طيب دياب يقول: قواعد العشق 40 لأليف شافاق، وكتاب أصبحنا بحاجة ماسة إليه في هذا الوقت لتغيير ما في النفوس ولزرع المحبة الحقيقية في كل شيء. والله عليك يا دياب. لجين إيش تقول؟ رواية 1000 شمس ساطعة تحكي تفاصيل حرب، فقد وتمزق شعب، أجدني عفوا وأنا أقرأ أستصغر آلامي عفوا وهمومي أمام كثافة الوجع الذي أقرأه. الله يبعد عننا الآلام والهموم. سارة بنت فهد تقول: أنت لست ذكيا إلى هذا الحد، وبمجال علم النفس يتناول أهم طرق المراوغة والتسويق المخادعة وكيف يستخدم علم النفس ضدك، استفدت منه كثير. أهم شيء الاستفادة يا سارة. كيف استخدم النفس؟ أي والله. لينا حاتم تقول: شرق المتوسط، أدركت أن المدينة البائسة وتعب الحياة هي بالحقيقة نعمة عظيمة لو نظرنا للحياة من جانب آخر، لحياة من هم وراء القضبان.
حلو يا لينا. ونروح لمهرة عسيري تقول كتاب كخة يا بابا، كخة يا بابا إيه؟ وحقيقي أثر على طريقة كلامي مع الناس. يسعد مساكم لولو وطراد، كتاب مرة جميل قرأته شخصيا وحقيقي، وأهديته لشخص برضه عشان يقرأه. حلو الواحد كمان يهدي كتب ويعرف أنه في مثلا نواقص يصير يكملهم بهذه الكتب. عندنا غيداء تقول إنسان الإنسان، كتاب عميق أول مرة أسمع فيه صراحة، واستفدت أنه لأمر محتمل أن يدمن الإنسان الخطأ ويبرره بأي سبب، هكذا يخدر الإنسان بلا مخدر فحذاري. حلو والله مجمل فكرة الكتاب. شوي قال هلال تقول كتاب استمتع بحياتك وغير من شخصيتي كثير وكمان بتعاملي مع الناس. حلو، في كتب تصدق أول مرة أسمع عنها ما قريتها. استمتع بحياتك وعملك على ما أعتقد هي تقصد، والله أعلم. عندنا سلافة تقول في آخر رد ملحمة فرسان وكهنة من الاقتباسات، علم في غير موضعه قد يقود على مزيد من الجهل، ستعلم عندما يحين لك أن تعلم. تأمل هذه كلمات. أعطيك العافية يا سلافة. يعطيك العافية. طبعا هذه كانت آخر ردود في ناس معنا يواجهوا في مشكلة تويتر رمية في حكاية القراءة على فكرة. كثير مننا كثير من قاعد مش اقرا، ما في اقرا، خلينا على الجوال ولا خلينا. هذا طبيعي، هذا واقع احنا بنعيشه خصوصا زمان التكنولوجيا اللي احنا فيه. لكن طريقه مره سهله ومره جميله، يعني فوق ما تتخيلوا، ما حتتخيلوا اثرها الا لما تبداوا فيها. صحيح. الكتيبات الصغيره، الكتيبات غير الكتيبات الصغيره، لاني كنت انا اواجه هذه المرحله تراد انه ايش اقعد على الكتاب اقعد اقرا فيه، لين اكتشفت ابلكيشن جديد في الجوال موجود في كل الكتب اللي موجوده نقدر نشتريها من برا. طبعا هذا ابلكيشن تدخل اسم الكتاب ويطلع لك الكتاب وتقدر تتصفحه على جوالك او على الايباد وتقدر تقرا الروايه او الكتاب كامله من الجوال. تخيلوا، بس مضر هو شوي عشان شاشه الجوال، حاولوا انك تلبسوا نظاره للقراءه او انتم بتقروا، لانه هذه كمان كثير استخدمتها في حياتي. خلينا نكمل نقطتي بس ما كملتها. الكتيبات الصغيره هي افضل طريقه، يعني تعطي الشخص حقيقي حافز ودافع انه هو يقرا كتب اكبر. تبدا باصغر الكتب بحيث انك ما تشوف اي حمل ثقيل عليك، انه يا الله لسه كتاب طويل عريض. لا، عندك انت مقتطفات بسيطه تبدا فيها، وتبدا بكتيبات الى ان تتوسع بكتب اكبر فاكبر، حتلاقي نفسك انت تبي تقرا كتب اكثر واوسع بعد ما تعودت على فكره القراءه فقط والملاحظه. صدق انا قاعده افكر اكتب كتاب. نعم، قاعده افكر اكتب كتاب. ايش حتسمي طيب؟ ما اعرف لين دحين ما سميت، ما فكرت باسم قد ما فكرت بالمحتوى صراحه. المحتوى؟ يعني المحتوى هو حيكون روايه تقريبا او خواطر نقدر نقول، شيء عن حياتي؟ بس ان شاء الله مو عن حياتي، عن شيء عام مو شيء خاص. عرفت؟ او ممكن نكتب اي مشاعر انسانيه زي ما قالت. يعني خواطر عندي، خواطر روايه ممكن يقول. تصدق طراد الفكره دي في بالي من زمان بس ما اعرف متى راح تتطبق، بس هي ان شاء الله راح تتطبق قريب. كم سنه لك؟ تقريبا 3 سنين أو 4 سنين وانا افكر. انا لي الان 5 سنين. عندنا التسويف شيء مو طبيعي، في كتب حتعلمكم انكم ما تسوفوا. عموما احنا انتهينا من هذه الفقره وحنرجع نكمل معاكم بعد الفاصل فقرات كثيره مستانسه وجاهزه. اي اكيد طبعا، فاصل قصير راح نرجع لكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد. يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة تكنولوجيا وتواصل اللي بنتعرف من خلالها على أساليب كثيرة ومختلفة بيستخدموها الشباب وبيستفيدوا أكيد من التقنيات الحديثة في التكنولوجيا. والأفكار دائما تتوارد لنا أو نبدأ نفكر فيها، وأي مشاكل معينة لما إلا لما يعني ما تجينا إلا لما نكون عايشينها في يوم من الأيام. وتحديدا ضيفنا يعني قرر أن هو يتواصل مع مبتعثينا ومبتعثاتنا في الخارج من خلال الانترنت. كيف؟ حنشوف كيف الآن مع أكيد مشرفنا محمد الشمراني في ساعة شباب. كيف أمورك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. حنعرف كثير اليوم عن الموضوع هذا. الله يسلمك، سعيد جدا بتواجدي معك. بداية محمد، بحكم دراستك في كندا جاتك فكرة لعمل شيء خاص بالطلبة خصوصا المبتعثين من خلال الانترنت زي ما ذكر طراد، ايش المشروع اللي اشتغلت عليه تحديدا؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال المشروع كان برنامج اذاعي خاص بالطلبة المبتعثين. البرنامج كانت الفكرة انه كيف انه احنا نخلي المبتعثين انهم يحسوا فعلا ان هم باقي متواجدين في السعودية من خلال نقل الاخبار، من خلال نقل ايضا نجاحاتهم الأكاديمية، أيضا البرامج الثقافية اللي يكونوا متواجدين فيها من خلال سواء في كندا أو في أمريكا عن طريق الأندية السعودية.
حلو. طيب يعني هي فكرة قناة إذاعية من خلال أونلاين تكون وتتواصل فيها مع ناس عشان تنقل الأحداث الموجودة عندنا إحنا في السعودية عندهم هناك. أول شيء نحسسهم بكده باحتواء، وثاني شيء نعطيهم دفعة بإنجازاتهم. على قولك في كثير من الإنجازات توصلنا ولا بد أنهم يعرفوا عنها. طب يوم واحد في الأسبوع هو اللي بتبث فيه محمد، أنت لوحدك أول شيء بتذيع ولا في أحد معك؟ عن طريق الإذاعة أو أني أذيع أنا كنت لوحدي طبعا، لكن كان في خلفي في الإعداد اللي أحب أمسي عليه بخير خالد فهد. خالد فهد كان خلفي في الإعداد، هيكلة البرنامج كانت عن طريق خالد فهد. طيب بالنسبة لترتيب الحلقة وتخطيطها وعمل جدولة معينة، قديش بياخذ منك عشان توصل المعلومة وتوصل اللي تبغاه خلال حلقة الأسبوع عشان تنجح كمان؟ في البداية كان الموضوع صعب جدا، طبعا البرنامج في البداية كنت مضطر إني آخذ أو أستأجر المركز اللي أذيع منه، وكان هذا الشيء مكلف بالنسبة لي شخصيا. طب نبي نعرف ايش العناصر الاساسيه اللي ركزت عليها من خلال المحتوى نقدر نقول عشان تخرج بمعلومات ممكن تفيد هالطلبه في المبتعثين في امريكا وكندا. البرنامج كان ثلاث فقرات، فقره المبتعثين، فقره من هنا وهناك، الفقره اللي من خلالها كنا نحاول ننقل الاخبار اللي موجوده في السعوديه، وفقره عطنا جوك مخليها كذا بسيطه عطنا جوك. فكانت مشاركات المبتعثين بالضبط يعطونا اجواءهم فين رايحين. مثلا اليوم نزلت المكافاه، فبيقولوا احنا رايحين مثلا نتسوق نعمل شوبينج الامور هذه يعني، فكنا ناخذ اجواءهم في خلال وعاد هناك هذه. تصدق انه هذه مو بس مفيده للمبتعثين محمد، حتكون مفيده للناس اللي عايشه هنا او للطلبه اللي هنا. ليش؟ فرق المعيشه بالضبط. هناك علمهم كيف يعتمدوا على نفسهم وكيف يضعوا اموالهم في المكان الصحيح بالضبط. ولكن عندنا ما شاء الله اوقات يعني ما نبي نعمم، ولكن البعض عنده شويه اسراف وما عنده مسؤوليه، فهذه حضف لهم كثير. كمان كان في افاده للناس اللي اصلا مو مبتعثين هنا موجودين في السعوديه. انا كان في ناس تشارك معايا يقولوا لي احنا مو مبتعثين بس انا اخويا مبتعث، ولد عمي مبتعث، فنحب ناخذ اخبارهم يعني عن طريق البرنامج. فكان هذا شيء حلو ودافع لي. حلو صراحه، فكره جدا جميله. والبرنامج كمان تحول من مسمى اجواء الصوت لصوت الطلبه، فنبي نعرف كيف جاء هذا التحويل. في البدايه البرنامج هو كان وما زال اسمه اجواء، بس احب امسي بالخير على الملحق الثقافي بكندا الدكتور علي البشري. فلما تكلم معايا قال لي هذا هو صوت الطلبه، فالاسم هذا جاء من عن طريق الملحق الثقافي، فبسطني هذا الشيء انه يكون برنامج وهو صوت الطلبه فعلا يعني. بالتعاون معهم يعني واقتراحهم. بالضبط. هو كان في البدايه زي ما قلت لكم انا كنت بدأت نفسي وكان شيء مكلف. في الاخير الجامعه تبنت الفكره، قالت لي خلاص احنا عندنا استديو تعال عندنا من غير ما تدفع شيء. هذا كان شيء داعم جدا طبعًا قوي طبعا. بعدها صحيفه سفراء دعمتني، مجموعه سعوديون في كندا ايضا اشكرهم كانوا داعمين للبرنامج. واحنا معك طبعا حنشوف مقطع لك محمد شمراني اللي عملك وانت في الاستوديو تحديدا، حنرجع لكم مره ثانيه بعد ما نشوف المقطع. متواصلين معكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم تسمعونا في برنامج اجواء. اجواء الاذاعي محطة جميلة بكل المقاييس، والأجمل أنها مشتركة ما بين حبي للإذاعة والإعلام وبين حجم المسؤولية اللي نتجت من دعم الكثيرين. روحوا بعيد، راح نكمل معاكم في فقرات كثير من ضمنها فقرة المبتعثين. بلا شك أن فقرة المبتعثين كانت واحدة من أهم فقرات البرنامج. الآن فخور بأني قدرت أكون مبتعث منتج لمصلحة مجتمع أخواني المبتعثين وأخواتي المبتعثين. نكون معاكم مكملين في كثير من الأمور وكثير من البرامج. اليوم بعد سنتين من بث هذا البرنامج أحب أشكر كل من وقف معاي خلف تحقيق هذا الشغف، وعد البرنامج خالد فهد، جميع الأندية الطلابية اللي شاركت معي، الملحقية الثقافية في كندا وأيضا سعوديون في كندا اللي كانوا رعاة للبرنامج في فترة من فتراته. بلا شك أيضا كل من شارك معي في البرنامج ولكل من دعمني سواء بإطراء أو برأي، خطوة ناجحة لي على الصعيد الشخصي، أتمنى أني أفدت بقدر ما أستفد. محمد طبعا هذه كانت مقاطع لك وانت بتعمل في الإذاعة. حاب يعني اشوف يعني اوصل حاجه انا شفتها ولمستها في الفيديو. والله اعلم انت يعني ما اقول اشتكت لحد برا، ولكن في ارتباط قوي ما بينكم وما بين حتى مو نفس البيئه، اتكلم على المبتعثين والمبتعثات اللي هناك، اخوانك اصدقائك الموجودين هناك. احب اشكر معتز الزوري على هذا الفيديو الجميل. طبعا الاشتياق ما زال موجود، انا قضيت 6 سنوات من عمري هناك، فلذلك اكيد راح اشتاق.
بس انا الحمد لله تخرجت، انا ما كملت اسبوع في السعوديه حاليا، جاي فريش زي ما ما شاء الله. انا حاسب لك فتره طويله. انا لي فتره طويله بس الحمد لله انا توي متخرج وتوي جيت، والحمد لله يعني كانت مرحله جدا جميله، يعني زي ما قلت في نهايه الاستديو اني اتمنى اني اكون استفدت بقدر ما او اني افدت يعني. طيب محمد انت تفكر انك خلاص ما دامت ان رجعت السعوديه راح توقف البرنامج خلاص؟ هذا سؤال مهم صراحه. في البدايه انا زي ما قلت انا كنت ادفع من حسابي الخاص. انا لو لقيت الفرصه اني برضو ادفع من حسابي الخاص راح اكمل اسوي هذا الشيء، لانه فعلا كانت يعني تجربه ناجحه على صعيد الشخصي اتكلم. كانت تجربه جدا جميله، اتمنى اني اقدر اسويها أكيد مره. يعني ما سلمت الشاء لاحد ثاني بعدك هناك؟ والله اذا الشباب موجودين هناك وحابين انهم يخوضوا نفس التجربه انا اشجعهم واقول لهم بالعكس انا مستعد اني اسلم الشعلة. يعني بعد تخرجك ووصولك السعوديه وبرنامج جدا جميل حرام انه يوقف، لان اتوقع كثير من الطلاب والمبتعثين استفادوا من المعلومات او كم المعلومات الهائله اللي كنت بتقدمه من خلال القناه او الراديو. فكيف بتشوف يعني الطلاب بعد ما رجعوا، خصوصا بيكون عندهم اشتياق كبير لاهاليهم، خصوصا لما يكونوا بعيدين عن وطنهم، بنشوف كثير من الطلاب بيكون عندهم اشتياق وحنين، فكيف ممكن انت وانت هنا بعد ما رجعت انك تخلي هذا المجال اللي انت فتحته للطلاب يستمر حتى بعد وصولك هنا؟ بالضبط، شوف الفرص دائما متاحه في الخارج، متاحه للجميع، وهي مش شغلة إنه مقارنة بين الفرص اللي تتاح هنا أو هناك. فأتوقع إنه الفرص متاحة للشباب موجودين هنا، كل عنده الشغف أكيد إنه راح يقدر يوصل لكل شيء يبغاه. حلو، جميل جدا، احنا سعيدين جدا بوجودك. أنا اللي سعيد سعدنا وجودك أكيد. أنا اللي سعيد جدا بتواجد معك، مشكور. طيب حنطلع فاصل الآن، نرجع لكم بعد الفاصل في أخبار سوالف، خليكم معنا. يا هلا والله فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والنوعات اللي بقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. تعرفي معلومة أنه الجوال يأثر على الدماغ قبل النوم؟ أيوة دائما نسمع عنها كثير. الآن إحنا عندنا في نفس الخبر نفس هذه المعلومة، لكن بدراسة يعني حديثة أحدث من السابقة، وما أدري الناس تتكلم وتسمع ولكن ما تطبق. يقول لك الدقائق الأخيرة من الهاتف قبل النوم أخطر مما تتصور. كيف؟ احنا اقول لكم، اثبتت مجموعه من الدراسات والبحوث انه استخدام الهاتف الذكي قبل دقائق من الذهاب للسرير يترتب عليه امور مشاكل صحيه جدا كثير، عدم انتظام، من اهمها عدم انتظام النوم اللي بياثر بدوره على الوظائف الثانيه الموجوده في جسم الانسان. يقول لك التحديق في الضوء الازرق والابيض اللي بيطلع من الشاشه بيمنع الدماغ من الافراج عن هرمون الميلاتونين. هذا الهرمون بدوره بتفرز الغدة الصنوبرية في المخ، وقت ما يعني تواجه عين الإنسان الظلام ويشعر بالنعاس فيساعد على النوم. فأنت بمجرد ما تحط هذا الضوء على عينك أنت بتمنع هذا الهرمون أن يفرز، فبتسوي مشكلة وخلل في الدماغ. الدراسة وجدت أنه 850 من البالغين في هذه الدراسة ذكروا أنه استخدام الهاتف المحمول بعد إطفاء الأضواء بيسبب أرق كبير لهم، وهذه يعني 850 شخص ما هي مسألة بسيطة. أكيد طبعا، ومن الواضح أن الابتعاد عن الهاتف الذكي ما هو بالشيء السهل، زي ما قال 71% من الأمريكيين في استطلاع سابق أنهم بيناموا جوالاتهم جنبهم، وهذا طبعا مصيبه كبيره. صدق تراد يعني صراحه من اخطر الاشياء، لانه انا كمان كنت استخدم الجوال واللمبات مطفيه، وبعد ما رحت دكتور العيون صار عندي ضعف نظر بسبب هذه العاده، فعاده جدا خطيره، اتمنى الكثير يبعدوا عن هذه العاده. معلومه اضافيه قريتها قبل كذا قبل سنه تقريبا، انه الغده الصنوبريه هذه وافراز الميلاتونين سبحان الله تمنع اوقات يعني افرازها في الليل ووضعها الطبيعي تمنع سرطانات في المخ او في الجسم بشكل عام، وهي موجوده هنا خلف الاذن تقريبا. فاحنا يعني بنسبب لانفسنا السرطانات، فهذه مشكله اكيد طبعا. عاده جدا خطيره. اتمنى عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبرنا الثاني الموجود معانا، واتوقع انه من اغرب الاخبار اللي ممكن تعدى عليكم. في عنوان خبر احد الزوار يقترب من احد حراس الملكه في لندن، ولم يتوقع رده الفعل ابدا، لانه كثير مننا اذا راح لندن يحب يزور القصور الملكية
الداخليه ويشوف وينبهر بالهندسه المعماريه اللي بتكون موجوده في هذا القصور ويتصور فيها، وكمان مو بس كذا يحبوا يشوفوا حضور مراسم تبديل فرق الحرس الملكي اللي بتصير تقريبا كل تتم يوميا او كل يومين بطريقه خاصه ومميزه على انغام الموسيقى، وتجذب كثير اهتمام كثير من السياح اللي بنشوفهم موجودين في لندن طبعا، ويسارع الكثير التقاط بعض الصور معاهم. فجاء احد الزوار وفكر انه يمشي جنب هذا الحرس، انه قاعد يمشي بعد ما بنشوف في الفيديو ويقلد مشيته، وبرضه راح ولف ثاني وقاعد يقلد مشيته الين احد الزوار حط يده على كتف هذا الحارس، مما دفع الحارس الى ردة فعل غريبة وغير متوقعة للزائر، لانه قال له وجه السلاح على وجهه وقال له لا تقترب من حارس الملكة. طبعا هذا الزائر هرب وخاف من ردة الفعل اللي صارت له، وتوقع من جد انه هذا الحارس ممكن يطلق النار عليه. طبعا كانوا اصحابه موجودين وقعدوا يصوروا هذه الحادثة وقعدوا يضحكوا عليه ويستهزئوا فيه، ونشروا اكيد مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. فهذا اتوقع احذر شر الحليم اذا غضب، يعني صحيح. اتوقع بعد كذا ما حد راح يوقف او يقرب منه، لانه دائما طرات كنا نشوف مقاطع فيديو انه كثير يحبوا يوقفوا هم صنم ما يتحركوا، فيحبوا دائما الاطفال يوقفوا جنبهم بس انه تلمسوا لا تفكر تلمسوا تلمس. اوقف جنبه بدون اي فيديوهات ثانيه اصلا زي هذا، بيحاولوا يعني يضايقوا الحارس برضو بس انتهت بمضاربة. صحيح. اثنين وثلاثة أظن فيديوهات موجودة في اليوتيوب، ما أعرف كيف تحملوا، لكن الله يبعد الشر عننا. عموما احنا وصلنا لمرحلة الآن ممكن أقدر أقول لكم أنه اللي حاب أنه هو يهج من، دائما أقول لك اللي يضايق ولا يطفش من الحياة اللي حولك أبغى هج من المكان اللي أنا فيه، تقدروا الآن تهجوا بعد ما نسمع هذا الخبر. شلون؟ نموذج لأول منزل للبشر على سطح المريخ، وهذا موجود تحديدا في ساحة المرصد الملكي البريطاني في غرينتش، تحولت إلى ما يشبه سطح المريخ أو ما يعرف بالكوكب الأحمر. طبعا هذا كان في معرض بيهدف لترويج دراما وثائقية تحمل عنوان المريخ، بثتها محطة ناشونال جيوغرافيك المعروفة. طبعا حضر أو جرب الحضور الحياة في أول نموذج للمنزل اللي بيتوقع أنه ممكن يعيش فيه آدميون على سطح الكوكب الأحمر زي ما احنا شايفين الصورة. وهذا النموذج يشبه منزل المريخ، كوخ من الطوب ويحتوي على مساحة تتسع لسرير واحد ومكتب كبير ومساحة لزراعة النباتات وممارسة التمارين الرياضية ورياضة فيه. يعني ما لكم كم شخص تراد تسأل كم شخص؟ شخصين؟ يا تقريبا شخصين أو ثلاثة أشخاص. الله إذا كان مين حيقدر يعيش داخل كوخ؟ إذا كانت صدور واسعة حيكون أكثر من كده مو بس فيها سرير واحد، يعني ما اتوقع ابدا ما اتوقع. عموما تراد ومشاهدينا قد فكرتوا مع بعض وجاء على بالكم انه يكون عندكم جوال بدون شحن سلك طويل تشحنوه، ممكن خلاص الجوال هذا يشحن نفسه بنفسه، او ممكن يكون احيانا الشحن لاسلكي. صراحه انا كثير جاتني هذه التخيلات. وفي خبرنا اليوم الشركه المصنعه الايفون 8 تختبر ميزه اكيد الشحن اللاسلكي، وطبعا هي شركه ابل، وطبعا وقد يصبح توصيل هاتفك للجوال بمنفذ الكهرباء شيء من الخيال، او نقدر نقول شيء من الماضي، بعد ما قررت شركه ابل انها تخترع ميزه جديده للشواحن شاحن الهاتف اللاسلكي اللي حتوفره اكيد في ايفون 8. ويرى كثير من المستخدمين ان ميزه الشحن اللاسلكي قد تكون الاهم في الهواتف الذكيه، لانها تغنيهم عن الحاجه الى اسلاك التوصيل اينما ذهبوا، كمان تحررهم من الوجود بالقرب من منفذ الشحن عند اقتراب نفاذ طاقه البطاريه. وكانت تسريبات بتقول من داخل شركه ابل قالت ان تصنيع الهاتف بدا بالفعل، وكمان كما ان المعلومات المسربه تقول اشارت الى ان ابل ستطرح ايفون 8 مباشره دون طرح النسخه ايفون 7 اس كما جرت العاده. يعني كنا متعودين كثير يجي ايفون 6 6S ايفون 5 5S، لكن بعد ايفون 7 راح يطرحوا على طول ايفون 8 طبعا زي ما المعلومات المسربه بتقول. فاتوقع راح يكون صراحه انا اول وحده راح اشتري. لحقنا على 7؟ انا اول وحده راح اشتريه شاحن بدون شاحن، من جد؟ يشحن نفسه لاسلكي.
فأتوقع يعني صراحة راح يفك أزمة كثير. والله حيريحنا كثير صراحة حكاية الشواحن والشواحن انخربت وما عرفنا إيش بكا والليلة هذه كلها. لكن عموما إحنا يعني نعيش نشوفوا هذه أخبارنا اليوم. بعد الفاصل حنرجع لكم بسالفة مختلفة وفقرة مختلفة تماما. أهم شيء لما جاهزة جاهزة يلا نطلع فاصل يلا. أهلا وسهلا معكم من جديد في منصات الشباب. هذه الفقرة اللي موجودة في ساعة الشباب ودائما نستعرض فيها كثير من المنصات المختلفة اللي تهتم بالشباب والبنات. أكيد وضيفنا اليوم تحديدا أحد نجوم المسلسلات المقدمة على اليوتيوب، وحديثنا معه راح يكون عن مدى نجاح الإنتاج المرئي في اليوتيوب. اسمحوا لي أرحب بضيفنا الممثل يوسف أحمد. يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. هلا فيكم، سعيد جدا ومبسوط أني معكم اليوم. أكيد الله ومسي على السادة المشاهدين كمان. الله يعطيك العافية. بداية يوسف، أنت من الأشخاص اللي شاركوا في أعمال التي تم إنتاجها نقدر نقول على وتقديمها عن طريق اليوتيوب، فكيف تجد هذه التجربة؟ شوفي، هي تجربة جميلة جدا، يعني هي اللي عرفتنا الناس، هي اللي وصلتنا للناس، فكانت منصة بالنسبة لنا سهلة انه احنا نوصل من خلالها للناس، والحمد لله وصلنا وصار لنا اليوم اسم من خلال هذه المنصة. حلو، جميل جدا. طب يعني احنا كمان خلينا نكون واقعيين في حاجة يوسف، احنا نعرف انه اليوتيوب كان في فترة معينة وتحديدا مو اليوتيوب، خلينا نتكلم على الانتاج بشكل عام المرئي لأي برنامج يوتيوبي كان جدا عالي، وكان الناس عليها يعني كان افتكر موجة 2010 عالي من ناحية الإقبال ولا من ناحية الإقبال المبالغ؟ والإنتاج الاثنين كانت حلو. وقتها كانت ضربة قوية اللي كان عنده برنامج وقتها يوتيوبي، وفجأة بعدها بأربع سنوات إلى خمس سنوات تقريبا عشان ما أكون محددين فجأة نزل كل هذا. يبي نعرف إيش السبب سبب نزول هذا الشيء. شوف، هي عشان هي في سببين تقريبا هي الرئيسية. السبب الأول يعني هي كيكة. أول حاجة في 2012 2011 12 بداية 13 كان اليوتيوب أخذ الجزئية الكبيرة من هذه الكيكة في السوشيال ميديا، الكيكة اللي هي السوشيال ميديا. اليوم الانستغرام أخذ حصة، سناب شات أخذ حصة، واليوتيوب صغرت الحصة منه. يعني أنا أفتكر كنت أنزل حلقة في 2013 خلال 48 ساعة أجيب 3 مليون 4 مليون مشاهدة. اليوم كان هذا سقفنا، يعني اذا عدينا 24 ساعه احنا ما ضربنا في المليون، ما ضربنا في 800 900 الف، احنا بنزعل وبنتضايق. اليوم سقف اليوتيوب نفسه نزل، يعني انا نزلت بديت موسم الثاني بعد غياب اللي هو بامبي. ايوه، بعد غياب بامبي وليس يوسف احمد، لانه انا رحت وقعت مع قناه صاحي. بعد غياب بامبي لمده سنتين رجعت نزلت حلقه، خلال تقريبا خمس ايام جابت نص مليون. انا كنت متضايق من الرقم، بعدين جوني الشاب قال لي تعال انت ترند في اليوتيوب لك اربع ايام. أيوة. ترند فهذا فهذا سقف اليوتيوب، انت رقم واحد فانت ليه زعلان؟ قلت لهم لا، انا كنت متعود على ارقام كبيره جدا. هذا سبب اللي هي البرامج الثانيه طلعت. السبب الثاني شركات الانتاج، دخلت شركات انتاج كبيره ضخمه حولت العمل من هو مجهود شباب ومجهود افراد ومجهود اشخاص الى بزنس، لعمل مؤسساتي مالي وبزنس بارباح ماليه، وفي عالم من اصدقائي في اليوتيوب متزوج وفاتح بيت وعايش على هذه الوظيفة. صادق. على هذا ويعني وعايش أفضل من المتوسط. صادق. وأكيد تراد يعني في يوم من الأيام يعني قبل يترقى كده ما شاء الله التلفزيون كان زميلنا يعني. لا أنا تلفزيون من 10 سنين بس اليوتيوب ده كان دخله بس. عارف على فكرة 2012 من جد كان وقتها أوجها، وحسيت الفرق اللي كان مرة عالي وقتها على اليوتيوب. أكيد في النهاية يعني كل منصة لها وقتها وتختفي، والبقاء في الأخير للأقوى. شوفي أنا ضد هذه، إنه 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 اليوم شوفي نتكلم، إحنا ما نتكلم على اليوتيوب، نتكلم على السوشيال ميديا بصفة عام. أنا وجهة نظري الشخصية إنه هي لغة المستقبل، يعني حتكون أقوى من التلفزيون في 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 الفترة الزمنية الجاية. يعني أنت اليوم لما تشوفي الصحف التلفزيون يعني معلش أنا ما أتفرج تلفزيون إلا في رمضان، وأتوقع نص المشاهدين زي بنتابع مسلسلات. طب هل تتوقع انه بنظرتك في هذه البرامج، هل تتوقع البرامج اللي بدات فيها هذه الاعمال دقيقه جدا؟ ممكن يقول انها ادق من التلفزيون؟ لا شوفي، دقيقه من ناحيه ايش؟ من ناحيه المحتوى؟ من ناحيه المعايير؟ لا، من ناحيه المعايير ما حنوصل، يعني الان احنا بدينا ننافس، يعني حتى ما وصلنا لهذه المرحله. نتكلم اليوم التلفزيون، صناع العمل في التلفزيون على خبره وعلى ادراك وعلى درايه وعلى يعني ممارسه اكثر مننا احنا. صحيح. احنا يعني اليوم تجي تطالعي يعني اقدم واحد في اليوتيوب عمره 2011 2010 بدي خمس سنوات
عرفتي؟ واللي بدؤوا من البدايات، في ناس بدؤوا قبلي بدؤوا من البدايات، اليوم ما عاد هم في اليوتيوب، راحوا فين؟ على التلفزيون، انسحبوا وطلعوا على التلفزيون. لكن احنا بنحاول قدر المستطاع انه احنا نجيب لغة الشباب، يعني اللغة اللي احنا نفهمها الشباب مع بعضنا، بنحاول نوصلها من خلال، لكن كخبرة هم اخبر مننا اكيد. خلينا اسالك سؤال شوي، يعني قد يضايق البعض، ممكن يضايق شخصيا ويضايق ناس كثير، ما اعرف، خصوصا انا كنت في هذا المجال سابقا وجربت التجربه، وكان لي شرف التجربه، ولكن هل تعتقد انه التلفزيون يعني وصل لمرحله يعني ممكن يكون انا المفروض ما اسال السؤال هذا لانه بعمل في التلفزيون، لكن هذا سؤال بيدور في بال كل شخص ولازم اساله. التلفزيون ممكن يكون مثلا في وقت ما حس بضعف، حب يستقطب نجوم من اليوتيوب عشان يعلي مشاهدات التلفزيون، ولا ايش السالفه اللي حاصله في وجود مشاهير او مع يعني ناس معروفه في اليوتيوب او السوشيال ميديا فجاه بنلاقيهم في التلفزيون؟ ايش اللعبه؟ ايش المعادله هنا؟ انا اقول لك ايش المعادله باختصار. احنا بلاش نقول تلفزيون وبلاش نقول يوتيوب، احنا نتكلم بالاساس على شركات انتاج. اليوم شركه الانتاج هذه هدفها ربحي، هدفها مادي. اليوم انا هذا الشخص وراء 3-4 مليون متابع، هذا الشخص لو جبته عندي انا حيرفع لي نسبه مشاهدات. طيب هذا الشخص في معلنين يدوروا وراه، في حلم يروح وراه عشان متابعينه. انت كمنتج لي لي انا كمنتج اتعامل بهذا. انا اللي اتكلم لك اليوم، انا كمنتج، انا كصاحب شركه انتاج ومدير شركه انتاج، انا بتعامل بهذه الطريقه. اليوم انا منعرف ان طراد سندي عنده مثلا، لو جبت طراد سندي عندي في البرنامج، انا من ورا طراد اقل حاجه حاخذ نص مليون مشاهده. وفي شركات اعلان محل ما يروح طراد بيروح وراه عشان جمهور طراد. يعني بغض النظر يعني عن المنصه التلفزيونيه، صحيح. بغض النظر عن المنصه، هي في حرب، بس اليوم إمكانية الدفع في التلفزيون لا زالت أقوى وأعلى من اليوتيوب. طب معلش سؤال داخل معه، معلش لما يسامحيني بس عشان في استرسال هنا، تعتقد مين الأقوى في وضعه الحالي الآن، التلفزيون ولا اليوتيوب بشكل عام ما بدخل تفاصيل؟ يعني شوف يعني تجي تتكلم أكيد ما في مقارنة. التلفزيون يعني التلفزيون بيقيس أرقامه على 40 مليون مشاهدة وعلى 30، أتكلم لك على القنوات الكبيرة. أيوه أنت متأكد من هذه الإحصاء؟ طبعا يعني في إحصائيات في التلفزيون، أنا أتكلم لك مثلا ما بذكر اسم قنوات، إحنا في قناة روتانا بشكل عام، بس في قنوات كبيرة تتكلم في برامج، أتكلم عن البرامج المهمة هنا والبرامج المهمة هنا. برامج المهمة هنا هو بيتكلم 40 مليون مشاهدة في 30، هو يضرب في عالم عربي. احنا لازلنا حتى الان يعني في اليوتيوب يعني اقصى حد بنوصل له دول الخليج، وان طلعنا برا بنطلع لكندا لامريكا لبريطانيا للمبتعثين، لانه احنا برامجنا موجهة لشبابنا. لانه اليوم انا لما اجي اتكلم مثلا عن سواقة المرأة مثلا في السعودية، هذا الموضوع ايش حيهم المغاربة؟ ايش حيهم الفئه المستهدفه؟ ايوه فاهمه. فانا بستهدف فئه معينه، لكن التلفزيون بيستهدف فئه اكبر مني بكثير. يعني خلاصه الكلام اللي تبي تقوله، صار مقياس الشخص المشهور هو عدد الفولورز او عدد الناس اللي بتتابعه، نقدر نقول بالضبط. في النهايه طب لو تكلمنا عن الاعمال المقدمه في اليوتيوب، ايش راح تكون من وجهه نظرك، ايش مستقبل هذه الاعمال؟ شوفي، مستقبل من وجهه نظري مستقبل هذه الاعمال اللي اليوم لازم التركيز من الشباب اللي شغالين، تركيز في المحتوى، في الحرفيه، انه اطلع للناس صوره جميله. ترى المشاهد اليوم صار متذوق، يعني انا بتجيني انتقادات من اصدقائي ما لهم علاقه بالميديا، ترى انتقادات فنيه بحته، ان كان على محتوى وان كان على بعض، هنا في هنه في الصوره، هنا في هنه في الصوت، يعني انتقادات فنيه، ما ينتقد لك هي الا واحد ناقد فني، ترى هو ما له علاقه بالفن، هو دارس محاسبه اصلا وبليد في المحاسبه، عارف؟ فبيديك انتقادات فنيه، فصار المشاهد متذوق وسهل الكومنت عنده. يعني التلفزيون انا لما شفت طراد ابى اكتب له كومنت الان، حروح على هاشتاج تويتر وبها الكنترول يوصل لطراد وبها ما يوصله، وطراد اذا خرج يا حيفك يقرا الهاشتاج ويشوف كومنتي، لكن عندي سهل، هو بيجيني على حسابي دايركت، اسمع ترى طق خد، ولا كاتب لي تحت الحلقه انا رايي كذا وملاحظاتي، وبيقروها كل الناس. فاللي حيستمر هو اللي حيتعب على مادته، حيتعب يعني شوية على المحتوى اللي عنده، ويحاول يوصل للناس بطريقة تكون لبقة وطريقة تكون جميلة جدا. جميل جميل. أنا بس في الأخير كده على السريع عشان الوقت داهمنا، بس بعرف يوسف منك موجود اليوم، أبغى أعرف بس إيش جديد بمبي؟ الموسم الجديد طلع، لكن إيش الموسم الثاني؟ بدأت حلقة قبل أسبوعين، إن شاء الله في حلقات جاية. الحلقة الجاية بإذن الله أنا أتوقع أنه هي حتكسر حاجز 2 مليون بإذن واحد أحد إن شاء الله، لأنه حيكون موضوعها قوي جدا. راجعين بمواضيع كثيرة، بس اللي طريقة تختلف عن الموسم الأول. يعني شوف، الموسم الثاني هو موجه توعوي جدا للشباب من الأخطار اللي بتداهم
الشباب في سن المراهقة. يعني في حلقات عندنا حتتكلم عن المخدرات، في حلقة طبعا حنحاول احنا قدر المستطاع نتواصل مع الجهات الرسمية في هذا الموضوع. في عندنا حلقات تتكلم عن التعنيف، في حلقات تتكلم عن التحرش، في حلقات تتكلم بس بنحاول قد ما نقدر ناخذها من مصدرها من الجهة الرسمية. حلو يوسف، احمد سعداء بتواجدك اليوم معنا وشكرا اكيد على حضورك. شكرا لكم انتم على استضافتكم، انا سعيد معاكم طراد ولمي، الله يعطيكم العافية وان شاء الله يكون لها لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا لك يوسف. وصلنا لنهاية حلقتنا، للاسف الكثير من الكلام اللي ممكن على ما اعتقد ممكن ما يناسب البعض في هذه الحلقه، ان شاء الله ما يصير فيه هاشتاج ولا شيء، لكن عموما احنا سالنا الاسئله اللي فعلا قد تدور في بال احد ما يعني متابع لهذه الاجواء اللي من موجود، وهاشتاج ساعه شباب، اكتب اللي تبغوه عاد، احنا مرحبين باي افكار، واكيد على ايميل البرنامج اكيد. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وراح نلقاكم بكره في نفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه. وبكذا اقول لكم في امان الله، معاكم انا لمياء غالب. السلام عليكم، الله يسلمك، ان شاء الله بكره متعافيه ان شاء الله افضل. انا كنت معكم تراد صندوق، اقول لكم في امان الله، كونوا بخير، مع السلامه.